أدى ثوران بركاني هائل في تونغا بالمحيط الهادئ إلى حدوث موجات مد بحرية عاتية، تسونامي وانتشار كبير للرماد في جزر المحيط الهادئ. انتشرت صور مذهلة لهذا الثوران البركاني. تونغا هو طبعا بلد غير معروف، وهو مملكة تحكم أرخبيلا من عدد من الجزر تقع في منطقة بولينيزيا، كثير منها غير آهل بالسكان. تقع جنوبي المحيط الهادئ أي جنوب غربي أستراليا، عاصمتها نوكو ألفا، وتأسست هذه المملكة في عام 1970. لغتها طبعا الإنجليزية واللغة التونغية الأصلية. تعرف هذه الجزر بطبيعتها الخلابة، وتعد من أشهر الوجهات السياحية في المحيط الهادئ، وتعرف أيضا بالجزر الودودة، نظرا لطبعا رقة سكانها وحسن استقبالهم للضيوف. يقول السكان المحليون أن تونغا تبدو مثل سطح القمر بعد أن غطتها طبقة سميكة من الرماد البركاني. نتابع هذه الصور. البركان ثار من عمق البحر يوم السبت، مما أدى إلى هذه الأعمدة الدخانية والرمادية، وأرسل موجات من المد بارتفاع أكثر من متر باتجاه شواطئ تونغا. الانفجار كان مدويا لدرجة أنه يمكن أن يسمع في نيوزيلندا. مشاهدينا، شكرا لكم على متابعة حلقة ترندنج لهذا اليوم، وألقاكم في الأيام المقبلة. تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء. شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.